آخر اللي بيع النادي قال شيخ استعمال شهرين. بعد إعلان رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وكمان رئيس الاتحاد العربي، أنا أول مرة في المعلومة دي، عن سحب استثماراته الرياضية وبيع عقود اللاعبين في نادي بيراميدز للدوري السعودي وإيقاف قناة بيراميدز، ظهر إعلان ساخر بيحاكي ما حصل على موقع OLX، وظهر على موقع OLX إعلان ساخر عن بيع نادي بيراميدز اللي بيمتلكه تركي آل شيخ. الإعلان مكتوب فيه للجادين فقط، نادي الأسيوطي سابقا بيراميدز حاليا استعمال شهرين فقط بالإدارة واللاعبين، ملوش بطولات. الأهلي قصف جبهته كتير، عمه محمود الخطيب باشا، صبيان وشلبوكة وضادة، اللي بيجي على الأهلي يستحمل. والله العظيم الإعلان أهو، ده العيال العيال يعني فظاع فظاع بجد والله. اللي يجي على شباب مصر يا اخوانا ربنا ما يرميك في حجر شباب مصر ويتريقوا عليك، هيعملوا منك الجلاشة كلها يعني. مش عارف ايه، انا كبهير انبهرت، بيقول البيع قناة ونادي استعمال خليجي لعب 8 ماتشات بس يعني كسر زيرو. تركي آل شيخ للبيع، صمتي لغتي، للبيع مجلس إدارة استعمال خليجي. تركي آل شيخ خالد سعيد بس مش قوي. تركي آل شيخ لا أجمد كده ده لسه أول ماتش بجمهور للأهلي والموسم لسه طويل وأنت لسه ما شفتش حاجة. والصورة حلوة والله. رجل القوس بيقول لا هنسحب وهبيع البيت وأمشي من مصر. تركي آل شيخ أسير أنا زعلان جدا من جمهور الأهلي، يعني كده تحرمونا من الشيء الوحيد اللي كان بنضحك عليه. طب استنى أخد سيلفي معاك قبل ما تمشي. وحمار وواحد بياخد سيلفي مع حمار. يارا بتقول لما تيجي الحتة بتاعت السيسي اتدخل وحل المشكلة ابقى صحوني، عشان الحتة دي حلوة قوي قوي قوي. هي مع معتز مطر. مصطفى بيقول والله الرئيس، هو بيكلم على السيسي يعني، كلمني من نيويورك واقنعني بالرجوع في القناه وقال لي لما ارجع هيكون لنا قاعده وهراضيك. ده مصطفى اللي بعد يعني الاهل. مستر نور بيقول مصر مش السيسي ولا مدحت شلبي، مصر كبيره والجمهور ما حدش بيشتريه. لو صحيح انك هتغور خد في ايدك ضاده وشلبوكه وشويه العيال على تويتر والفيسبوك وخد الباب في ايدك يا شوال. ومع امال ماهر، هاشتاج امال ماهر. محمود بيقول يا جماعة خلافنا مع تركي مش مع السعودية ولا شعبها، في آلاف المستثمرين والمسؤولين السعوديين في مصر، عمرنا ما سمعنا عن حاجة، لكن تركي تجاوز حدود كتيرة وأساء كتير للشعب المصري وخرب في مصر وضيع ناس كتير بسبب سلطته. خلافنا مع تركي، الواد ده جميل قوي محمود ده رائع. خلافكم يا جماعة مع تركي مش مع السعودية. مصطفى بيقول شباب الألتراس هيتحاكم بتهمة إصدراء الشوال. يا جماعة شباب مصر بصراحة فظاع فظاع. يا تركي ده انت لسه بدري عليك. الرئيس حنفي بيقول مجلس إدارة استعمال خليجي للبيع بأعلى سعر زائد مدحت شلبي مجانا.